رنا قولي لي ايه الفرق، ايه المايكرو بليدنج الاول؟ بصي، المايكرو بليدنج ده هو تقنيه جديده، حاجه بنقدر نعمل بيها نتقل الحواجب بيها، نزرع حواجب بيها، بالذات الناس بتاخد بعض العلاجات مثلا اللي بتقضي خالص على شكل الحواجب. أوكي. فالناس دي ممنوع تماما ان هم يحطوا الماتيريال بتاعت التاتو في حواجبهم لانها كلها رصاص وبتزود طبعا من الحاجه دي. فابتدوا يدوروا على حاجه يخترعوها عشان يقدروا يعملوا لهم شكل 4 دي طبيعي، شعر يبقى اللي واقف جنبه هو مش شايف انه تاتو، هو شايف انه شعر طبيعي، فنفسيا يكونوا احسن. وكمان ماتيريال تبقى طبيه امنه 100% وزيرو دامج، يقدر اي حد يستخدمها، عشان برضو اختلاف الاعمار. يعني لو طفل مثلا مولود بتعلبه يقدر لو عنده سنه مثلا يعملها، اتس فاين. لو حد عجوز عنده اي حاجه بتوقع الحواجب، مرض معين يعني بعد شهر بيوقع الحواجب، بيقدر يعمل ده. فده ما بيبقاش متناقض مع الاعمار مثلا او انواع الجلد او اي حاجه، كله بيقدر يعمله. فعملوا المايكرو بليدنج. الفرق بينه وبين التاتو، المايكرو بليدنج البليد بتاعه اللي الناس تقول عليه مشرط او كده، هو رفيع جدا، ارفع من مسام الوش. يعني لما حتى بيمشي في الجلد ما بيطلعش ولا نقطه دم واحده، هو بيفتح اول طبقه جلد وبنشتغل في الثانيه اللي هي الابيديرم. هو ربنا خلقها هي باكتر طبقه بتحافظ على اللون. يعني انت حتى لو اتعورتي مثلا وجي في ايدك حبر او حاجه تلاقيها ثبتت في المكان ده. بس هو مش شكله لون يا رنا، هو شكله اكنه شعر. ما هو انت طريقتك ده بيبينه اكنه شعر. وكمان البليد اختلاف التاتو، التاتو كان ابره زمان مدببه، كانت يعني بيبداوا يخرموا بيها يطلعوا الدم، فده بيقطع كل طبقات الجلد. بيبدا في اول طبقه من اللحم يحط رصاص، الماتيري رصاص، عشان كده بعد كده بيقلب على جراي، والناس تقولك شكله بقى مزرق وكده.